الأمريكيين والأوروبيين حسموا أمرهم من خلال اللاورقة أو النقاط الخمس التي أكد عليها تيلرسون. اليوم الجولة للتأكيد على أولاً الحضور الأمريكي، واحد، اثنين، منع الاستفراد الروسي الذي تحول إلى إجرام لفرض حل بالقوة وبالدماء وبالقتل على شعبنا. الاستفراد الروسي تم بعد مرحلة ما تسمى مناطق خفض التصعيد أو خدعة مناطق خفض التصعيد. اليوم الروس فرضوا مناطق خفض التصعيد وعملوا على اتفاقيات زائفة وتعهدات. أين تعهداتهم؟ أين التعهدات؟ واليوم نرى أن مناطق خفض التصعيد تم إسقاطها بقرار روسي إيراني. فلذلك ما نراه الآن أن الوضع الميداني تم بإجرام زائد فوق المعقول. عمليات القصف على الغوطة، عمليات القصف في إدلب، ما تم هو إسقاط فعلي لكل ما يسمى خفض التصعيد. الوزير تيلرسون تماما يمثل دولة كبرى، دولة عظمى، معنية بالحل السوري وموجودة أصلا على الأرض. يعني كيف نحن نناقش الوضع أن الروس موجودين والإيرانيين موجودين شيء طبيعي ونستغرب الوجود الأمريكي؟ لابد من حضور أمريكي على الأرض وفي الدبلوماسية أيضا. فرض حل ناقص من طرف الروس، حل يعتمد على شيء واحد وهو إصلاح ما هو فاسد، إصلاح النظام فقط، المحافظة على الدولة العميقة، المحافظة على الدولة الأمنية. أما ما نحن ما نطلبه فهو واضح في قرارات جنيف تماما، عملية انتقال سياسي، هيئة حاكمة لها صلاحيات تامة. هذا ما نطلبه، وهذا ما ورد وما نفهمه في الورقة الأمريكية. اليوم أصبح واضح للعالم كله أن النظام والإيرانيين والدواعش تماما في جبهة واحدة، والواحد يقف مع الآخر ويسند الآخر. إذا كنا نريد أن نمشي في مسيرة قضاء على ما يسمى إرهاب، فعلى المجتمع الدولي والأمريكيون يعرفون هذا، أن على هذا النظام أن يرحل، لأنه هو من ساهم في صنع هذه المنظومة الإجرامية. نعم، يعني بعد جولة تيلرسون. نعم تفضل سيد. الوزير تيلرسون تماما يريد أن يؤكد أن الوجود الأمريكي موجود سياسيا وعسكريا، أن الحل هو في جنيف، أن الحل عبر قرارات الشرعية الدولية وليس على 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 اجتزاء أشياء، وأيضا الإصرار على أن الحل سيكون عبر جنيف وعبر آلية انتقال سياسي واضحة، آلية انتقال حكم وليس إصلاح دستوري ولجنة دستورية وبقاء بشار. هذا نعم تمام سيد أبو توفيق، ولكن نعم بعد جولة تيلرسون هل من الممكن أن نشهد دعما لجبهة الجنوب على حساب الشمال الخاضعة لتركيا؟ يا سيدتي الجنوب وقف في أصعب الأزمات، والآن الجنوب مستهدف. الجبهة الجنوبية بقواتها بعناصرها بأفرادها على أكثر من 40 نقطة رباط، تمتد حتى 110 نقاط رباط تماما. هذه الجبهة عانت الأمرين من الضغط. الآن نحن طالبنا بدعم وطالبنا أن نكون لنا أولوية بسبب الاستهداف الروسي الإيراني. الإيرانيون ما زالوا مصرين على التقدم إلى الجنوب والتقدم إلى الحدود الجنوبية رغم كل التحذيرات، رغم كل ما فعله الروس من تحذيرهم، رغم كل التحذير الإسرائيلي أيضا. مصرين، هدف حيوي بالنسبة لهم الوصول إلى الحدود الإسرائيلية أولا والحدود الأردنية أولا. فإذا الجبهة الجنوبية تتحمل عبء شديد. الذي حصل في الشمال هو انتكاسة نسميها انتكاسة بكل معنى الكلمة.
قسمة الجيش الحر تحولوا إلى معركة عفرين الفاشلة، وما زلنا نقول الفاشلة، تحولت عن أهداف ترك إدلب، مسرح العمليات في إدلب الجنوبي وفي حماة أيضا تماما. هذا الأمر زاد عبء علينا. فلذلك نحن في الجنوب نتعرض إلى ضغط شديد. لا تنسي ما زالوا الدواعش موجودين بالجنوب ويحصلوا على دعم من النظام وتنسيق معه. الآن ما حصل في الأيام السابقة، في كل مرة يقوم الدواعش بهجوم على مقرات الجيش الحر وعلى نقاط الجيش الحر، نرى تزامن قصف من النظام على مواقعنا في أكثر من موقع. ثبت لنا وثبت للدول وللعالم أجمع أن هناك تنسيق بين هذا النظام وبين فلول الدواعش الباقية، والتنسيق الأكبر هو الآن مع دواعش الجنوب. فإذا دواعش الجنوب الآن، نحن كجبهة جنوبية بإمكانياتنا الموجودة نحتاج إلى دعم طبعا. هذا ما أكدنا عليه وما أرسلناه للطرف الأمريكي وللدول الداعمة. نحن في الجبهة الجنوبية قادرين على إنهاء الدواعش، لكن ما نحتاجه هو مزيد من الدعم، مزيد من الإمكانيات. ما قدم في شرق سوريا إلى الأخوة في قسد وغيرها من مجلس عسكري دير الزور ومجلس عسكري في الرقة وبقية الفصائل تماما، هذا الدعم نحن نتمنى أن يوازي هذا الدعم في الجنوب أيضا، ونحن مستعدين لإنهاء هذا الجيب في الجنوب.